الشيء الأكيد إنه ببيروت ما إلا ترم العجلة، لا ترم شغل ولا وظيفة ولا شيء. هلا مثلا ساعة 11 إلا ربع شفت العجلة كيف؟ ما في وظيفة هلا. يعني أكترية الناس بتحب تنزل على الشارع بدون سبب، بدون ما في سبب وجيه. يعني لهالشيء شو بدي أقول لك؟ ترم المدرسة يعني أكتر بلد فيها مدارس ومستشفيات هي بيروت. ترم المدرسة بتسكر كل الطرقات، ترم الوظيفة بتسكر كل الطرقات. والحل بسيط، يعني إذا الحكومة بتتبعه حل بسيط جدا جدا، يعني رجعنا لأيام المفرد المجوز تنحل المشكلة كلها. ما بعرف ليش ما بيتبعوا على الأسلوب. نص السيارات معناتها بتضل بالبيوت ونص التاني بتنزل على الشارع، ما بقعد في عنا مشكلة. ما في ست إلا ما معها سيارة، وصار الشغلة مفروض عليها أن يكون معها سيارة. شو بدي لك أكثر من هيك؟ يعني كان ست ولا رجال بتلاقي شخص واقف في السيارة. والغريب بالموضوع إنه الشعب اللبناني تأقلم وبتشوفه سعيد، يعني واقف العجقة وعم يغني عادي جدا. بيكون نحن بنكون عم نحترق مثلا لأنه ما عم نقدر ننجز عملنا، وهن بيكونوا عم بيغنوا مدورين مسجلوا عم بيغنوا بالسيارات. مرات بتشوفهم عم بيرقصوا بالسيارة. هذا الموجود عندنا طبعا. هلا مداخل بيروت هلا بتلاقيهم دائما معجوين، مداخل بيروت الحزمية ونهر الموت ومناطقها، يعني هول على طول مسكرين بضلوا الصباح وبالليل والظهر. مداخل بيروت بتضل عايشه، بس اذا دخلت على بيروت بتلاقي محل فاضي محل مليان، محل فاضي محل مليان، مطاعم مدارس وظايف. هول اكثر شيء. ما بعرف اذا رح نتابع هيك لقدام، ما بعرف بكره شو بصير يعني بالبلد.